يحصل وليس المرة الأولى كما قلنا، هي محاولات متكررة. لكن السؤال هل تسارع وتيرة الاقتحامات للأقصى في مناسبات دينية لليهود وبغير مناسبات تشير برأيك إلى ارتفاع حالة التشدد لدى المجتمع الإسرائيلي وصولا لبناء الهيكل المزعوم، انطلاقا من القصد طبعا بالمعنى السياسي يهودية الدولة أو دولة اليهودية، وهي بحاجة أن يكون الأقصى وأن تكون القدس عاصمة لها؟ تفضل. يستشعر على الميدان وداخل المسجد الأقصى المبارك، وأنا شخصيا عايشت الأحداث التي كانت يوم أمس من داخل المسجد الأقصى المبارك. نعم. يلاحظ أن المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية تتصرف بشكل جنوني وهستيري تماما، كمن فقد عقله وصوابه، وما ذلك إلا استشعار منهم أن مشروع التهويد قد تأخر نوعا ما، يسابقون الزمن، وكل من يقف في وجههم يعيق هذا المخطط، سواء من تقسيم مكاني أو زماني كما يطرح سياسيوهم ومفكروهم وأدباؤهم في الإعلام، بل حتى القضاء الذين أبعدوا إخواننا وشبابنا عن المسجد الأقصى المبارك كانوا يصرون عند كتابة قراراتهم بتسمية المكان الهيكل فاصلة المسجد الأقصى المبارك، وكأنهم يريدون أن يرضوا كل الأطراف التي تستمع لهذا الكلام. وهم أيضا يطرحون أن هناك متطرفين من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى، ودعونا نحتكم إلى حل وسط هو الشراكة وعلى المسجد الأقصى المبارك. يريدون أن يروضوا الأذن المسلمة والأذن العربية والنفسية المسلمة والنفسية العربية على مسألة التقسيم في البداية في الخطاب، لتكون فيما بعد واقعا ممارسا تستسيغه النفس ولا تجهل منه. هم هذا الذي يريدونه، كل من يعيقهم هذا هو ردهم، هذه رسالتهم التي كانت يوم أمس. فضيلة الشيخ، أعود إليك انطلاقا مما سمعناه الآن، يعني تأخر مشروع يهودية الدولة، يعني أيضا كمدخل وكاستنتاج، هل فعلا ما يمارس الآن كما قلنا وليست المرة الأولى هو مقدمة لهذه الدولة اليهودية التي يريدون؟ يعني البعد هو بعد سياسي أكثر مما هو الآن مرتبط بحالة الأقصى. يعني بالعموم قد لا أوافق بموضوع أن الإسرائيلي تأخر في هودنة أو جعل فلسطين يهودية، فقط بالعكس هو طرح هذا الموضوع بشكل فاقع منذ مجيء نتنياهو ولازال في بدايته. نعم، هناك تفكير بالاستعجال في هذا الموضوع، كانوا قد خططوا مثلا أن يكون هذا الموضوع بعد 5 سنوات، يريدونه مثلا في سنتين أو في سنة، فهذا من باب الاستعجال. وهنا أشير إلى أمر عام، يعني أستطيع وأنا أتابع الموضوع الفلسطيني بالعموم، أن نتنياهو منذ مجيئه إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة في كان الإسرائيلي، نعم، يعمل بذكاء للوصول إلى الأهداف لكيانه بعيدا عن سياسة الحروب حتى كان ذلك، وعن هو في ظهره اليمين المتطرف قد يكون عند البعض هو أقرب رمز الحرب للحرب منه، نعم، لغير الحرب. يبدو أنه يعمل بذكاء وبغطاء أمريكي مع سكوت عربي وإسلامي لتمرير بعض القضايا التي قد يحتاج فيها كان الإسرائيلي إلى مزيد من عناء، هو يمررها الآن بشكل سهل ومرن. من مثل ما ومثلا ما يحصل في الأقصى يعني عيب أن يحصل دون أن تكون هناك ردات فعل قاسية من قبل العرب والمسلمين، سواء في موضوع المؤسسات أو غير ماذا، كلام يأتي الآن في تفصيل أتحدث فيه. لكن كتعليق أقول ما يحصل في القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص مؤخرا هو بعد عملية جس النبض من قبل اليهود، وجد أنه لا مانع، يعني عفوا لا أريد الدخول في التفاصيل، لكن هذه الأصوات التي عددت بعضها في المقدمة، هذه أصوات فقط لرفع العتب أو لغسل أمر ما يمكن أن يلصق به سلفا لهذا الشخص، فقد يقول كلام لتبرئة نفسه، المسؤولية عنه. يعني ما هكذا تكون المواقف في موضوع كالأقصى،
سواء كانت من قبل أشخاص يعبرون عن مؤسسات عربية وإسلامية أو كانت مواقف من أشخاص يعبرون عن أنظمة. ما يحصل في الأقصى يستدعي وقوف وقفة حازمة. نعم. يعني يستدعي وقفة من الجامعة العربية، يعني الآن عفوا في مجلس الأمن الدولي عندما تكون هناك مواقف يقال المطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف في موضوع الأقصى، هناك من المجتمع الدولي من يتساءل أنتم العرب لم تقفوا لماذا تطالبوننا بالوقوف؟ واقع الأمر الجامعة العربية استنجدت بمجلس الأمن، يعني هنا ذهبت باتجاه المجلس. أقول هذا المجتمع الدولي أي عنصر فيه سيتساءل ما أنتم العرب لم تقفوا تطالبوننا بالوقوف، أنتم تقيمون علاقات مع الإسرائيلي وتفتحون عواصمكم أمام الإسرائيلي وتغازلون الإسرائيلي وتضغطون الفلسطيني للقبول بالإسرائيلي وتحاصرون المقاومة لإرضاء الإسرائيلي وتأتوا إلينا وتقولون تعالوا إرضاء الإسرائيلي. هذا كلام يفهمون المجتمع الدولي أن هذا كلام فقط لرفع العتب. هذا كلام ليس جاد. على العرب بدءا من المؤسسات الجامعة إلى الأحزاب إلى القوى، وعلى المسلمين أيضا بدءا من منظمة المؤتمر العالمي الإسلامي إلى تنعقد على كل حال للبحث في التداعيات، أن تكون هناك مواقف على مستوى الحدث. ليس المطلوب أنه أن نقول يعني للتاريخ نسجل مواقف، لا، مواقف عملانية، يعني تهديد بقطع العلاقات، صحيح، بقطع يعني هناك مطلح لمن بدأ بتطبيع سحب المبادرة العربية أكثر من ذلك. بل تكون هناك ضغوط حتى على الأمريكي الراعي لهذا الإسرائيلي، يعني كفى السكوت عن الأمريكي الراعي لهذا الإسرائيلي، كفى السكوت عن الغربي الراعي لهذا الإسرائيلي. هل نحن نعم بحاجة إلى أن تكون هناك علاقات كمسلمين وكعرب مع الأمريكي، مع الشعب الأمريكي، مع الشعب الغربي، مع المؤسسات الغربية بشكل عام، لكن لا يعني ذلك أنه نتيجة الحاجة أن نسكت أمام الغربي وهو يدعم الإسرائيلي ليكم الأفواه وللقتل وللتدمير. ما يحصل عفوا يعني إذا أسمح لي هذا كلامي حساسيتي أود بعد اللحظات، ما حصل في السنوات الأخيرة بدءا من حرب لبنان الثانية إلى حرب غزة وما يحصل اليوم، هذه الأمور بمجموعها تستدعي وقفة عربية قاسية ووقفة إسلامية قاسية تتناسب مع المشروع الإسرائيلي. لأنني كشخص وكمسلم وكعربي أرى أن إسقاط القدس، مش يعني إسقاط فلسطين فقط، إسقاط القدس يعني إسقاط العالم العربي، صحيح، إسقاط القدس يعني إسقاط العالم الإسلامي. أن يسمح للإسرائيلي بأن يهيمن على القدس يعني وكأننا فتحنا للإسرائيلي كل العالم العربي وكل العالم الإسلامي، وبالتالي يعني نصبح وإن كان الإسرائيلي على أرض فلسطين فقط كوجود عسكري مباشر، لكنني كأنني أقول له بسكوتي أنا راض عما تفعل وهذه عواصم مفتوحة، شريك بهذا المخطط. نعم. أتحول إلى غزة من جديد ولا الدكتور عبد الله أبو جربوع؟ الدكتور عبد الله، طبعا استمعت أيضا إلى وجهة نظر الشيخ خضر نور الدين فيما يعني يرتبط بالموقف العربي والإسلامي، وأن سقوط القدس وسقوط الأقصى ليس سقوطا لي يعني للموقف العربي، الموقف العربي ولا الإسلامي، هو سقوط للجميع. طيب على مستوى المطالبة، الحكومة في غزة عندما تعلن أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، نطالب الجامعة العربية بالتحرك، نطالب منظمة المؤتمر الإسلامي بالاجتماع، ندعو للنفير العام، ندعو لشد الرحال إلى الأقصى، وهناك تظاهرات نزلت إلى الشارع طبعا ببعض العواصم العربية والإسلامية، هل تعتقد ما نسمع هو كفيل برد هذه الهجمة، برد هذا المخطط الذي يتعرض له الأقصى؟ تفضل. دائما أخي الحبيب، الاحتلال الصهيوني يريد أن يعمل ولا يريد أن يرى أي إنسان يعمل شيء ينغص عليه. هو معتدي، يريد أن ينفرد في اعتداءاته ويفعل دون أحد أن يستنكر عليه أو أن ينغص عليه ما يفعل، وبالتالي الصمت العربي والإسلامي يهيئ الأجواء لدى الاحتلال الصهيوني لأن يفعل ويتمادى ويبالغ